بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاه والسلام السلام عليك يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليكم اجمعين. احبتي المؤمنين الكرام في هذه الحلقه نتناول دور المراه في تنشئه الولد. مبتدئا حديثي المتواضع بالايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم {والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين} طبعا هناك عاملان في بناء شخصيه الولد العامل الجسمي الذي هو بدن الولد والعامل الاخلاقي طبعا الرجل ايضا يتحمل مسؤوليه، لكن الان نحن في صدد ذكر ابي الفضل العباس وهذه كلها مقدمات لان نبدا الحياه الشخصيه المباركه لابي الفضل العباس. والنصف الاول اللي هو يمثل امير المؤمنين والد العباس عليه الصلاه والسلام هذا طبعا حديث خاص ولكن نحن الان بصدد دور الام في تنشئه يعني هذه القضيه ارتباطها وعلاقتها وماذا نستفيد نحن منها احبتي وهذه كلها مقدمات ان شاء الله لحديثنا عن هذه الشخصيه الفذ. فاقول ان العامل الاول في بناء الجسد هو الطعام او الغذاء الذي يتناوله هذا الوليد طبعا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن هيئ هذا هذه المرضعة الحنون يعني حنان المرأة امتداد لحنان الله ورحمته يعني الله تعالى برحمته أن وضع هذا الحنان والرحمة في قلب هذه المرأة حتى تقوم بهذا الدور المهم المبارك الذي سوف ينتظرها في ولاده هذا المولود الذي ستولده بعد حملها. طبعا هناك ثواب كبير وعظيم، انا لست بذكر هذا الصدد، حمل الام لهذا الولد وما تتحمله من مشاق ومتاعب، طبعا هذا كله حقوقه على الولد بعد ذلك، ماذا يقدم لامه؟ لأن الروايات تذكر أن الاهتمام والرعاية للأم ثلاث أضعاف ما يقدمه الولد للأب. يعني أقصد البر يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. إذا ثلاث أضعاف بر للأم و واحد الثلث هو ما يقدمه للاب اذا دور الام دور مهم احبتي ونلاحظ ان الام هي حلقه الوصل للابناء يمكن ان يستغني هذا الولد الصغير عن ابيه يعني كانما الاب يسافر زمنا طويلا يمكن ان يبتعد هذا الولد عن ابيه فتره ولكن لا يمكن ان يستغني عن امه دقائق قليله شوف يخرج مع الاب في رحله مثلا الى السوق او الى مثلا في مشوار قصير ولكن بالنتيجه حينما يريد ان ينام يرجع الى احضان امه ويلتقم ثديها ويتضع منها وينام بحنان وبسكينه اذا العامل الاول هو العامل الجسدي بناء هذا الجسم ونرى هذه النعمه الكبيره التي أنعمها الله سبحانه وتعالى يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا ساغا للشارب ولست الآن بصدد ذكر فوائد حليب الأم لأن هذا ليس موضوعي وهذا جانب طبي كيف أن الأطباء يوصون الأمهات بالرضاعة الطبيعية والله تعالى فرض الرضاعة لحولين كاملين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ف أه الحولان للرضاعه والبقيه للحمل. اذا هذه نعمه كبيره ان الله سبحانه وتعالى انعمها علينا ان هيئ لنا هذه الام الحنون لان تعطينا هذه الماده المهمه هذا الغذاء المليء بالمواد المفيده لابداننا وترضعنا ليلا ونهارا. هذه قضية جدا مهمة. طيب وهذا حق من حقوق الطفل على أبويه هو الغذاء، الإطعام. هذا الجانب الأول، الجانب البدني. زين، هل أن الجانب البدني يعني بناء الجسد هو الوحيد في تنشئة هذه الشخصية؟ لا. هذا جانب، جانب البدني القوة الجسدية النمو وهناك جانب اهم وهو الجانب الاخلاقي، الجانب العقائدي، لذلك الشاعر الموالي يقول لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى ابا حسن فصرت من ذي وذا او من ذا وذي اهوى ابا حسني اذا احبتي مع هذا الغذاء المادي تعطي الام الغذاء المعنوي لبناء شخصيه الانسان العقائديه العقائديه الفكريه الاخلاقيه ونحن نعرف دور الام اريد ابين دور الام كيف يكون تاثيره على الولد والولد اقصد الذكر والانثى مو معنى الولد الذكر فقط نحن حينما نذكر لفظه الولد يتبادر الى الذهن انه الولد الذكر لا حينما نقول لفظه الولد المقصود بها ماذا الذكر والانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فالمقصود في لفظه الولد الذكر والانثى. كيف تؤثر الام عقائديا في شخصيه هذا الولد؟ يمكن ان تؤثر عليه عقائديا، لاحظوا أحب احبتي. وهناك قصص كثيره قصص كثيره، واحده من هذه القصص او القصص التي تروى ذلك الشاعر العقيل اللي امه كانت ناصبيه لاهل البيت. نذرت ان رزقها الله ولدا تجعله يسلب زوار الحسين عليه الصلاة والسلام الله رزقها ولد كبر هذا الولد صار عمره عشرين سنة أعطيته سيفا قالت ابونا اذهب على طريق زوار أبي عبد الله الحسين وسلبهم جاء هذا الرجل قصة معروفة وبات على طريق الزوار في منخفض حتى لا يراه الزائرون ينتظر مرور الزوار حتى يسلبهم فمن شدة التعب هومت عيناه بالنوم نام وإذا به يرى عالم القيامة يرى القيامة قائمة ويأتون به إلى جهنم يريدون أن يلقوا به إلى جهنم لأنه كان مسلبا أو يريد أن يسلب زوار الحسين عليه الصلاة والسلام فرموه في جهنم ولكن النار لم تحرقه لأن عليه وبار زوار الحسين فنهض من نومه مرعوبا وقد راى القافله قد مرت هذه عقيدتنا الذي يريد ان يصدق او لا يصدق هو حر في ذلك لاننا لم نعرف الى الان ولم ولا ولم يمكن معرفه من هو الامام الحسين سلام الله عليه يعني. هؤلاء الله عرفهم والنبي واهل البيت نحن لم نعرف اهل البيت حق معرفتهم ولا سيما ابا عبد الله الحسين لذلك ترى التشكيك في كل هذه الجوانب فنهض من نومه مرعوبا وقد مرت القافله واخذ ينفض الغبار من على بدنه ثم اخذ يهرول خلف الزوار وهو ينادي بالابيات المعروفه اذا شئت النجاه فزر حسينا لكي تلقى الاله قرير عينه فان النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين إذا أحبتي لاحظوا التأثير العقائدي على أخلاق هذا الولد شنو هذا سببه سببه أن الام أكثر ما تكون ولاصقة إلى الولد يعني لو نحسب الان حياة الولد مثلا لحد خمس سنين أو سبع سنين حينما يذهب إلى المدرسة هذه السبع سنين حتى حينما يرجع من المدرسة إلى البيت كم يبقى مع امه كم يبقى مع ابيه لان الاب واضح انه يذهب الى العمل يذهب لجلب القوت وايضا احمل الاباء مو انا احمل يعني الشارع المقدس يحمل وانا ناقل ليس فقط انك تملئ بطون اولادك بالطعام ايضا يجب عليك ان تجلس معهم تعلمهم تربيهم تراهم مع من يسيرون؟ مع من يتماشون؟ هذه الايام التي تكثر فيها الفتن، تكثر فيها الخطايا، هذه الصحبه السيئه التي تكون مع اولادنا، هذه الامور التي تسمى بادوات التواصل الاجتماعي، لابد ان نراقب ابنائنا. لا نتجسس عليهم انما نتحسس لان التجسس هو مراقبة الغير لأجل إيذائه التحسس التحسس الله يقول ولا تجسسوا الله تعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا التحسس لا المراقبة لفائدة المقابل اذهبوا فتحسسوا من أخيكم يوسف لابد أن نتحسس أولادنا هذه قضية مهمة مسؤولية في أعناقنا، الابن ما هو عزيز لكن تربيته أعز أيها الأحبه. فإذا تلاحظ أن الأب أيضا مسؤولية. لكن مع ذلك لو نريد نحسب فد يعني فد استقراء نسوي إلى الوقت الذي تبقى الأم مع الولد والوقت الذي يبقى الأب مع الولد نجد أن الأم هي الحصة الأكبر وتأثيرها العاطفي لأن يعني العاطفة مهمة جدا يعني الآن أنت تجعل هذا الشخص يحبك أولا أنا معلم في مدرسة لا بد أن أجعل من التلاميذ أنهم يحبونني حتى يتلقون مني ما أطرحه عليهم إذا كرهوني وكرهوا درسي بالنتيجة لا يتلقون مني ما أريد أن أعطيهم إياه لا بد ذلك الله تعالى اللي هو اعظم رساله النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ماذا يقول؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا الاخلاق مهمه. لابد ان نجعل من الطرف المقابل يحبني حتى يتلقى. الام عاده هي عاطفه كلها عاطفه وحنان للولد. لذلك اذا كانت ام صالحه سوف تغذي اولادها التربيه الصالحه وإذا كانت طالحة والعياذ بالله مبغضة ناصبة العداء للدين لذلك نرى أنه الغرب يحاول دائما إثارة المرأة ضد الإسلام مو إثارة الرجل إثارة المرأة ضد الإسلام أن الإسلام يجعل من المرأة خادمة الإسلام يستعبد المرأة لا يعطيها حقوقها حتى يجعل من المرأة حاقدة مبغضة للإسلام وبالنتيجة سوف يؤثر على تربية الولد ولكن لو جئنا وبحثنا لا نجد دينا اعطى للمراه حقوقها كما هو الدين الاسلامي وهذا حديث خاص لا اريد ان اثيره ولكن الواقع الواقع هذا اعظم دين انطى حقوق للمراه هو الدين الاسلامي لذلك نوصي الامهات العزيزات الكريمات بان يربين اولادهن التربيه الصالحه التربيه الجيده العقائديه الرابطه باهل البيت سلام الله عليهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين